إذا مشاهدينا الكرام كما كتشاهدوا معنا ما كاينش تساؤل، سلطات الأسفي تشن حملة صارمة على المحلات اللي محترمش قانون الإغلاق. إذا هي حملة للأمن الوطني وقوات مساعدة والسلطات الأسفي. إذا ما بقاش تساؤل مع بداية السنة الجديدة. إذا سلطات أسفي تقوم بحملة صارمة هنا. لما محترمش قانون الإغلاق. هذا المطعم إذا بعد ما تم ضبط هذا المطعم بضرب وعودة، تم حجز كما كتشاهدوا معنا في الصورة الطاولات والكراسي. إذا كما قلنا مبقاش تساؤل،
اذا اي محل سيضبط ما نحتارفش توقيت ديال الاغلاق، سيتم حجز جميع المعدات ديالو كما كتشاهدوا معنا هنا في الصوره. خويا ياسين ديما ياسين امين امين إذا مشاهدينا الكرام، نحن نتواجد الآن بحي المطار. إذا هناك مقهى مازال الباب ديالها محلول هنا. إذا إنزال أمني كثيف كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، ما كاينش تساهل. زائد شاحنة ديال الجماعة من أجل يعني نقل المحجوزات اللي كتشاهدوا معنا.